كلا واضح جدا. الحمد لله. يسأل أحد السائلين فيقول: ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة؟ هناك قول آخر يقول الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة، فما هو رأيكم في هذين القولين؟ نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليسوا معهم في كثير منها. وفي اعتقادي أن مثل هذا الخوض التصفيري في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليلا ولا كثيرا، لأننا إن قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة مطلقا، أو قلنا إنهم هم من أهل السنة مطلقا، أو جئنا بالتفصيل الذي يشهد له الواقع، ما هو المقصود من النفي والإثبات؟ وإذا كان المقصود إذن هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل أكثر من عرفوا بأهل السنة والجماعة، إذا كان المقصود هو تعريف المسلمين عامة عن واقعهم قربهم وبعدهم من أهل السنة حقا، فعلينا أن نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع إنهم مع أهل السنة في كثير من إيمانهم بأحاديث الصفات وآيات الصفات، وإنهم ليسوا معهم في كثير من آيات وأحاديث الصفات أخرى. الله تبارك وتعالى واليوم الآخر وخلق القرآن وما شاكل ذلك، إذا نظرنا من هذا الزاوية الإشعرية ممكن أن نصنفهم لأنهم يشاركوا أهل السنة في كثير من الأشياء ويخالفون في الأشياء المعروفة. لكن المصيبة والبلاء الذي لها الأشعرية أن كثيرا منهم اعتنقوا المذاهب الصوفية، فأنا أرى أن كثيرا من الأشاعرة الذين تصوفوا على طريقة ابن عربي، على طريقة التيجاني في العصر الحاضر، على طريقة البريلوية، في نظري أنهم أخص من الخوارج المعتزلة، ولا يجوز أن يحسبوا إذا كانوا بهذه الحالة من الغلو في التصوف الذي فيه أن الأولياء يعلمون الغيب، يتصرفوا في الكون، يستغاث بهم إلى آخره. إذا ضموا إلى أشعريتهم هذه البدع الخبيثة ففي نظري هم شر من المعتزلة والخوارج، ولا يجوز أن ينسبوا إلى السنة بحال ما الأحوال، والله أعلم. ما في تعارض، بس أنا أريد أن ألفت نظر الدكتور. أنت الآن بارك الله فيك لا تتكلم عن مذهب الأشاعرة وكلامنا في مذهب الأشاعرة، أنت تتكلم عن أفراد منهم، ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوفي؟ الجواب لا. لكن ألا يوجد في الأشاعرة صوفيون ومتعذبون ومتعصبون لابن عربي؟ الجواب نعم. لكن أيضا يأتي سؤال ثاني، ترى الماتريدية لا يوجد فيهم من هو صوفي أيضا؟ الجواب نعم يوجد، لكن هل من مذهب الماتريدية في العقيدة التصوف؟ الجواب لا. فإذا يجب أن نحدد الكلام، حينما نتحدث عن مذهب طائفة من المسلمين نصفه بما فيه، أما أفراد من المسلمين هؤلاء لهم انحرافات أخرى لا نقول هذا مذهب الطائفة التي ينتمي إليها. يعني مثلا الآن ألا يوجد في من يدعي السلفية يرتكب مخالفات شرعية؟ بلى، لابد أن نريد شيء من ذلك، لكن ارتكابهم لمثل المخالفات لا يصح أن ينسب إلى المذهب السلفي. لا، بس السلفي لا يتدين هذا الباطل الذي يرتكبه، يرى أنه فسق حرام. صحيح. هذا يتدين بهذه الطرق الضالة على أنها دين. هو بارك الله فيك، القصد يعني هل هذا مذهب أم هذا
تصرف خارج من الافراد او افراد لا صارت مذاهب صارت تصوف لا نتكلم عن التصوف نتكلم عن الأشعرية كمذهب هل هو صوفي الجواب لا اما هل يوجد في الأشاعرة المتصوفة نعم يوجد هذا هو ينبغي ان اقول ان هذه التساؤلات منشأها ان بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون ان يعدوهم اهل السنة ولو كانوا صوفية نحن هل يجوز لنا ان نقول عن المتصوفة انه من اهل السنة كثير من الصوفية عندهم بثينية عندهم اهل السنة مثل بتكلم عن الجماعة ما بتكلم عن افراد بتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهب اهل السنة الجواب لا. لا اما يوجد افراد متمسكون منهم بالسنة ممكن ان يوجد هذا كذلك الاشاعرة هل الاشاعرة كمذهب هو من مذاهب اهل السنة ام لا الجواب كنا انفا هم في بعض ما يذهبون اليه يوافقون اهل السنة وفي البعض الاخر يخالفون اهل السنة ويلتقون مع المعتزلة اما ان يوجد في هؤلاء الاشاعرة صوفية هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي ليس من مذهب الاشاعرة هذا انما هو امر يطرح على الافراد كما قلنا انفا ان بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات تخالف الشريعة فما نقول هذا مذهب للسلفيين انما هذا تصرف افراد منهم الان هذه امور منهجية ما هي تصرفات افراد الان لا تجد مثلا تجد ديوبندي او بريلوي الا وهو صوفي هذا الشيخ عبد الصمد والاخوان يعرفونه لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي الا وهو على طريقه اشعري صوفي في نفس الوقت يعني نادر من ينجو من حبائل الصوفيه من الاشعريه فهؤلاء احنا وهم يحاربون الصوفيه اشد محاربه لكن يوجد منهم من هو صوفي انا بقول لك يوجد لكن ليس مذهبا لهم والدي مثلا حنفي مع الاسف متعصب ربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه لكن ما كان صوفيا كان عنده انحرافات طبعا تميل الى البدعة وما شابه ذلك لكن ما كان صوفيا فاذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب من كان اشعريا فلا بد ان من لوازمه ان يؤذن مثلا الرحمة عشر سوا هذا ما قبله لكن من كان اشعريا ليس بالضروري ان يكون صوفيا لان هذا ليس من لوازم المذهب شيخنا احد الاخوه يعقد نعم في موضوع الاشاعره